مكسان الجيلاني رئيس المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب في هذا اليوم المبارك نعظم المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب دورة تكوينية للخطباء وذلك في إطار الورقة التعطيرية الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى للأمانة العامة، وهي ورقة مهمة تستحق أن تقرأ وتدرس لأنها فيها جميع النقاط التي على الخطيب أن يتحلى بها ويتقيد بها. وخطبة الجمعة لها أهمية عظمى، ونحن طبقا لهذه المهمة نظمنا هذه الدورة التكوينية، وحضروا كلهم الحمد لله واستفادوا منها، وهي دورة كأنها عادية وسنعيدها مرة أخرى، وذلك لأن الخطيب ملزم بما جاء به هذه الورقة من أهداف ودلالات عليه أن يلتزم بها ويطبقها ويقرأها مرة بعد أخرى، لأن الخطيب هو عنده الخطيب له كأن مؤتمر أسبوعي، يوم الجمعة بمثابة مؤتمر أسبوعي تحضره الناس بجميع عناصرها وجميع فئاتها، ولكن عليه حالة خطبته أن يعلم أنه لا يتكلم باسمه، إنما يتكلم باسم الأمة الإسلامية وباسم الإسلام ككل، ويخاطب الأمة الإسلامية وينوب عن الله تبارك وتعالى وينوب عن الرسول صلى الله عليه وسلم وينوب عن الإمام الأعظم الذي أباح له وأعطاه الجلوس وراء هذا المنبر ليحدث الناس من خلاله، فعليه أن يلتزم بذلك ويعلم أنه يخاطب هذه الأمة ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى لإصلاحها وإصلاح ذرياتها وكذلك ولتمسك بالأخلاق الحسنة الطيبة والمبادئ الدينية. هذا هو المطلوب من هذه الدورة التكوينية. القدر العليوي المدير الجهوي للشؤون الإسلامية جهة الدخلة والذهب في هذا المركز بالضبط، وفي هذه الصبيحة قام المجلس العلمي بتنسيق مع المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية بحضور باستدعاء خطباء الجمعة ونوابهم لدراسة وثيقة الإطار الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى. هذه الوثيقة التي تتضمن مجموعة من البنود التي يراد منها أن تكون خطبة الجمعة خطبة في المستوى المطلوب، وما ينتظر منها ذلك أن خطبة الجمعة هذه الموعدة الأسبوعية جل الخطباء والحمد لله قد توصلوا بنسخة منها، وتمت مناقشة مجموعة من البنود. نسأل الله تبارك وتعالى أن تلقى صدى على أرض الواقع حتى تكون هذه الخطبة المنبرية رافدا من روافد الإعلام الإسلامي ببلدنا الحبيب، والدفاع عن المذهب والعقيدة والفساد بأنواعه والتشويش، وأن تكون صخرة صماء تنكسر عليها جميع السموم والانحرافات، وحتى يكون المجتمع المغربي مجتمعا متماسكا مطمئنا يراد له الخير تحت القيادة الرشيدة الأمين المؤمنين جلالة الملك محمد السادس سيده الله ونصره. إمام وخطيب مسجد الدرهم عضو المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب، بالنسبة لهذا اللقاء الذي نظمه المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب بالتنسيق مع مندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية بالجهة، هو لقاء تواصلي يروم المجلس والمندوبية من خلاله تدارس الورق الإطار التي تخص عمل الخطيب والتي يعني قدمها المجلس العلمي الأعلى للمجالس العلمية المحلية والمندوبيات الجهوية على الصعيد الوطني في الآونة الأخيرة، وهي ورقة مهمة تؤطر عمل الخطيب وتمكنه من الآليات والقواعد التي تساعده على العمل وعلى يعني تجويد وتحسين أدائه في خطبة الجمعة. هذا الورقة ينبغي لكل خطيب أن يوليها أهمية كبرى، خاصة وأنها تؤطر عمله وهو المقصود وهو خطبة الجمعة. فخطبة الجمعة هي واحد الوسيلة إعلامية أسبوعية
يقوم الخطيب من خلالها بنقل يعني أو تشخيص الواقع الذي يعيشه في مجتمعه، واقع المجتمع الذي يعيش فيه، ويشخص هذا الواقع ويقوم يعني بخطبة تصب في ما يحتاج إليه المجتمع في ذلك الأسبوع أو في تلك السنة أو في ذلك الشهر الذي يخطب فيه. محمد الدرقاوي، عضو المجلس العلمي المحلي لوادي الدهب. نظم المجلس العلمي المحلي لوادي الدهب اليوم لقاء تواصليا علميا مع السادة خطباء الجمعة ونوابهم الذين حاولوا التواصل مع المؤسسة العلمية من خلال ورقة إطار بناها وأسسها المجلس العلمي الأعلى والتي عممت على الصعيد الوطني. هذه الورقة تتغير تطوير عمل السادة الخطباء وتغيير منهجهم الذي ربما يظهر للجميع على أنه ربما هو منهج غير مجدي في كثير من الأحوال في خضم ما يقع الآن من تواصل وانفتاح على المجتمع. إذن الخطيب لابد أن يطور أداءه وأن يطور مهاراته طبعا ضمن التوجهات الكبرى التي يجب أن يعلم من خلالها أنه نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منبره ونائب عن مولانا أمير المؤمنين أعز الله أمره. إذن هذه الورقة الإطار أمعنا النظر فيها ودققنا فيها مجموعة من النقاط التي لا بد أن يرجع إليها الخطيب من أجل تطوير أدائه في خطبته.